مساء الخير. إذا أردنا أن نتحدث بلسان حال المواطن اللبناني لابد من التعبير عن حالة اليأس والإحباط والقرف من كل ما يجري. وإذا كانت قضية زيادة الأجور هي مطلب عمال لبنان، فإن قضية من نوع آخر يجب أن تشغل المواطن اللبناني وكل عمال لبنان، وهي بناء بيتهم النقبي على أسس سليمة، وإلا عبثا يبني البناؤون. وحالة يأس المواطن مبررة، ولو أنه أساس المشكلة عند طرح الأمور وفق مقولة كما أنتم يولى عليكم. فهل نلوم السلطة عندما تتجاهل أولويات الناس ومطالب العمال، أم نلوم نقابات لا تتوحد على موقف أو على مطلب؟ وإذا كان في الاتحاد قوة، فلماذا في الاتحاد العمال العام ضعف ووهن وانقسام؟ كانت السلطة ولا تزال الأذكى والأدهى في التعاطي مع العمال على طريقة فرق تسد، وهكذا استطاعت القبضة السياسية أن تقبض على الحياة النقابية بيد من حديد منذ مطلع التسعينيات وحتى اليوم، حتى بات كل مسؤول نقابي محسوب على مسؤول سياسي وفق تركيبة البلد. أمام قضية زيادة الأجور وغلاء المعيشة وإثقال صفيحة البنزين بضرائب غير مسبوقة أو معهودة في كل دول العالم، ماذا ينتظر العمال كي يثوروا وينزلوا إلى الشارع الواسع العريض بعيدا عن الأزقة وزواريب الطائفية والسياسة؟ حلقة الليلة عن القسمات السياسية وقضية الأجور. نستضيف بها الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جورج علم. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. نستضيف أيضا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي. أهلا وسهلا فيك. معنا أيضا رئيس اتحاد النقل البري عبد الأمير نجدي، وسيكون أيضا معنا رئيس الاتحاد العمال العام الأستاذ غسان غصن مباشرة من مقر الاتحاد العمالي العام. نبدأ الحلقة معك أستاذ جورج. الحلقة موضوعها هو أكبر وأوسع وأشمل من موضوع زيادة الأجور الحالي والانقسامات حول هالموضوع، لأنه الانقسام الحقيقي هو بالاتحاد العمال العام. حكينا عن إلقاء القبضة أو القبض على الحياة النقابية من قبل السياسة. حضرتك عايشت المرحلة الماضية كلها وكتبت عنها. برأيك هل لا تزال القبضة هي منذ ترويكا الحكم بأول التسعينيات لحد اليوم؟ ما منشوف الحياة النقابية حرة وسليمة وحياة يعني صحيحة إذا جاز التعبير، وتلبي حاجات العمال ومطالب الناس ومطالب العمال؟ أولا يعني فتحتي الكثير من الجروح بهالمقدمة. الاتحاد قوي شاهدناه في عهد المرحوم جبريال خوري. كان الاتحاد العمالي العام القوة الضاربة في البلد، بمعنى المدافع عن الفقير وعن لقمة الفقير وعن طبعا كل شرائح المجتمع العامل والمنتجة. اليوم الاتحاد العمالي العام، مع احترامي لكامل شخصيتي، الاتحاد العمالي العام الفعلي هم الذين يلتقون حول طاولة الحوار الوطني، اي وجهاء البلد، زعماء الطوائف والمذاهب. هن الاتحاد العمال، الاتحاد العمال العام الفعلي، مع احترامي لكل الشخصيات، يعني هن عمال بكل الشخصيات يعني النقابيه. لانه في ظل التركيبه التي يقوم عليها الاتحاد العمال العام، فباعتقادي ان كل وجيه وكل رئيس اتحاد يعود الى مرجعيته السياسيه والطائفيه، وبالتالي كما تكون يولى عليكم حال البلد. هو هكذا، نحن في أزمة وطنية كبرى، بمعنى أن الطائفية تتغلب على القومية والمذهبية تتغلب على الوطنية، وأصبحنا طبعا في زواريب الطوائف والمذاهب، وبالتالي الاتحاد العمال العام هو الصورة التي تعكس واقع البلد هذا مع الأسف. الشديد. فضلا عن ذلك، تكاثر يعني الاتحادات العمالية، يعني 50 اتحاد باتحاد عمال عام، وكل اتحاد ما بعرف كم نقابي. هلا مش يمكن دليل لصحة اذا كانت، لا لا لا، هو اذا كانت هو بالنظام يعني هو بحد ذاته. ما هو بدنا ناخذ كمان هذا، لو هو ظاهرة صحية، لو بالبلد في مناخ وطني صحيح، صحيح،
ولكن ظاهرة مرضية طالما أنه الوطن يعيش حالة طائفية ومذهبية مع الأسف. نعم. وانقسام سياسي خطير. فبالتالي هذا الاتحاد إن لم يكن من لون سياسي معين فهو من لون طائفي معين أو من لون مذهبي معين. وبالتالي إذن بدل أن نبحث عن صلب الموضوع هو كيف يقدم هذا الاتحاد دفاعا وطنيا عن العامل والمنتج أصبح إن شاء الله نقدر نطلع بخلاصة بهالحلقة. ولكن خلينا بركي كمان ببدايتها بده يكون لنا لقاء أو اتصال مع الوزير شرب النحاس وزير العمل لنوقف على المستجدات من موضوع الأجور مثل ما انطرح اليوم على أساس أنه مجلس شورى الدولة يعني أعطى رأيه بقضية الأجور. رح نرجع لك أستاذ جورج. أستاذ مارون أنت اليوم جزء من الانتقاد بحلقة الليلة، يعني أنت رئيس اتحاد عام لنقابات عمال لبنان، يعني أنا ما بعرف شو الفرق بين رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ورئيس الاتحاد العمالي العام، يعني ليش في هل يعني ازدواجية؟ هيدي ازدواجية لأنه إذا بدنا نقول رئيس اتحاد عام لنقابات عمال لبنان، شو الفرق عن الاتحاد العمالي العام؟ كتيتر يعني كعنوان. لا في فرق كبير. الاتحاد العمالي العام هو الاتحاد الأم يعني. نعم. نحن الاتحاد طبعاً يمثل اتحاد من الاتحادات. بس هذا اتحاد مستحدث بعد التسعينيات ولا هو من الأساس؟ لا مستحدث موجود. بس هذا مستحدث يعني. أنا بدي أفهمها هون بإذن منك إنه اتحاد عمال لبنان يعني عمال لبنان اختصاص معين نجارة أو كل عمال لبنان في القطاع العام؟ كل عمال لبنان. كل عمال. لا هو العنوان بحد ذاته هو مستحدث. بس خليني إذا رئيس الاتحاد العمالي. خليني أفسر. أهم شيء بالعمل النقابي هو العمل النقابي بعلمك الديمقراطية. الديمقراطية إيجال تساوي التعددية. التعددية في الأفكار والتعددية في بس مش عم نشتغل سياسة نحن. لا لا عم نشتغل لا مطالب عمالية. بالعكس هيدا يعني اليوم نحن مثلا شو صاير اليوم بالعمل النقابي؟ هلأ في نقاش، في مزايدة بالعمل النقابي، في صراع بالعمل النقابي حول قضايا العمال. قديه بنقدر نجيب لقضايا العمال بكون احسن واحسن. شو صاير هلا عندنا مشكله مثلا بقصه الاتحاد العمال العام. الاتحاد العمال العام يعني مع كل هذه التعدديه الدوله شو عامله؟ الدوله مطلعه مرسوم انه بتقول فيه انه الاتحاد العمال العام هو الاكثر تمثيلا، وبالتالي تتعاطى مع الاتحاد العمال العام لحاله كحاله لحالها بغض النظر عن باقي كل النقابات وباقي الاتحادات، بغض النظر من يمثل الاتحاد العمال العام اليوم. فهذه مشكله يعني، هذه ضد التعدديه يعني. نحن تعدديه خارج الدولة، ولكن بالنسبة للدولة في عندنا ممسكة بالملف. مارون فينا نحكي هيك وفينا كمان نحكي انه انتم بمطرح كنتوا حاسين حالكم انه ما نكون منخرطين بالاتحاد، طلعتوا وعملتوا اتحاد لحالكم يعني. هيك خلينا نقولها بكل بالضبط. ولكن هيدا كمان يؤدي بمطرح الى يعني نتائج سلبية، وما في يكون عندنا نحن بلبنان رئيس اتحاد عمالي عام ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان. بس انا لقلك شو يعني، انا اذا يعني بترجعيني لهون بديت بارجع لاخر انتخابات وانا كنت نائب رئيس الاتحاد. طب باخر انتخابات بقى انتم كنتوا معترضين على من قبل عفوا. من ما قبل اخر انتخابات انا نائب رئيس الاتحاد العمال العام السابق. اوكي بدي بس بدراش هيك، هذه جريده الاخبار حتى ما اخذ غير جريده. جريده الاخبار عم تحكي عن اخر انتخابات. اخر انتخابات هو اللي صار سنه الماضيه الكاتب محمد وهبي حتى نحافظ على، وقد بلغ عدد مقترعين 63 مندوبا يمثلون اتحادات تسيطر عليها مباشره او بالواسطه، حركه امل وحزب الله والحزب القومي السوري وحزب البعث. هيدي طيب اوكي يعني انت عم بتقسم التقسيم. لا مش عم بقسم. انت بدك ياني باردون كون بالاتحاد العمال العام، كون شو ساعتها فوت او فوت دغري على حركه امل او فوت على حزب الله؟ طب اذا ما كنت من ضمن هذا المسيج، ما كمان انتم محسوبين على 14 اذار يعني. تخيل منيح اذا ما كنت انا من ضمن هذا النسيج، طب شو بدي كان اعمل يعني؟ او ما بدي كان اطلع برا، عفوا اطلع برا اقول لك احنا عندنا اتحاد. يعني اذا الاتحاد العمال العام اتخذ قرار ما انت ما بتمشي فيه؟ لا نحن كنا ماشيين بالقرار الاخير، بس ولكن شو صار هلا بنشوف ببعض الامور هن تقاربوا. هي على حق يعني، في احنا كنا ماشيين الاتحاد العمال العام كنا متفقين احنا وياه، هو بياخذ مظاهره مركزيه باتجاه بيروت، نحن اخذنا قرار بمظاهره مركزيه باتجاه طرابلس، بين بيروت بين طرابلس هنيك مركز بالنسبه للبنزين. هيدا وقتك لا هلا هيدا ب 12 بقصه المرسوم غير المعيشه بالنسبه ل
يعني نحن اعتبرنا انه رئيس الحكومه مكتبه ومقره ببيروت، وكمان بيته ومكتبه كمان بطرابلس، نعم نحن ضغط. شو صار فينا نحن؟ نحن خلينا نشوف هالتقرير، نتذكر شوي يعني هيك معبر شوي عن تاريخيه هيدا الانقسام وعن يعني الاراء حوله، لحين اذا يعني تيسر لنا الاتصال مع الوزير نحاس، لانه في كثير اتصالات وردتنا الليله على الحلقه بدهم يعرفوا مصير موضوع زياده. فينا نحكي كمان نحن فينا انه هذا كمان بهم العمال، يعني هذا رح نرجع موضوع الحلقه يعني كله حول بهم هيدا العمال الموضوع. قبل الاتصال خلينا نشوف الريبورتاج، اخر شيء بهمكم العمال. انا هيك لا 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 مش صحيح. مش صحيح سجل. نحن بالنتيجه يعني عم نحافظ على هالي هيك نقابيه لها طموحات، لها طموحات شخصية أكثر مما لها طموحات وطنية. خلينا نشوف التقرير وبنرجع. لم يشهد مرحلة سادها الاستقرار الحقيقي هو الاتحاد العمالي العام الذي تأسس عام 1958 بعدما حقق إنجازات كثيرة، لا سيما إقرار قانون العمل عام 1946 وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نتذكر سنة 87 الاتحاد العمال العام والمؤتمر النقابي الوطني عمل من أكبر المظاهرات اللي صارت بتاريخ العمل النقابي، اللي شارك فيها حوالي 300 ألف متظاهر. بعد توقيع اتفاق الطائف عادت الروح إلى الحركة العمالية، ولعل التحرك الأضخم كان في السادس من أيار عام 1992 حيث استقالت على إسره حكومة الرئيس عمر كرامي. كان مطلوب أن يصل الاتحاد العمالي لهون لأنه حجم الأزمة، يعني بلد طالع من حرب بده إعادة أعمار، بترافق عنا إعادة الإعمار مع سيادة مفاهيم اقتصاد السوق على مستوى العالم، ونحن ما كان ناقصنا شيء منها أبدا الحمد لله. بتلك الفترة صار في تضخم كتير كبير وارتفع سعر الدولار، صار الدولار 3000 ليرة. كان ملفت طبعا، كان القوات السورية موجودة بلبنان، فصار بناء على طلب من اتحاد عمال سوريا ذهب وفد من الاتحاد العمال العام إلى دمشق واجتمعوا بدار الاتحاد في سوريا، واجى عبد الحليم خدام حضر الاجتماع، وكانوا عم بيحكوا بقضايا انه نحن رايحين للاضراب بيقول عبد الحليم خدام انه هاي التظاهرات والاضرابات نحن ما موافقين عليها لانه هاي تهدد الامن القومي. وبيقول له يعني احد الله يرحمه كان امين عام للاتحاد العمال العام حبيب زيدان، بيقول له يعني شو بنعتبر الرسالة وصلت؟ طبعا عن جهية كاملة، بيقول له أنا إذا بدي أودي لك رسالة بوديها مع نفر من الدرك من الجيش. من تموز 93 حين انتخاب الياس أبو رزق وسقوط مرشح، تعرف كان في النظام السوري بلبنان، كان في وزير تابع لحزب البعث هو السيد عبد الله. وبيقول عبد الله الأمين أو بتقبله بهيكلية النقابية أو بدي أنا رخص لكل الأحزاب ولكل الطوائف نقابات جديدة. واستمروا كل الوزراء اللي اجوا بعد منه بنفس النهج بتفريخ نقابات جديدة واتحادات جديدة للسيطرة على القرار الاتحاد العمال العام. عين إلياس أبو رزق رئيسا للاتحاد العمال العام مطلع عام 1993، وتم إقصاؤه عن منصبه عام 2001، وعين مكانه النقابي غنيم الزغبي الذي أراد خلال عام واحد توحيد الاتحاد لكنه لم يفلح. بعدها عين النقابي غسان غصن رئيسا للاتحاد. ياس أبو رزق إجا بـ 93 بتموز 8 تموز 93. أنطون بشارة كان قبل. وبهالنهار الانتخابات طبعا تحول مقر الاتحاد العمال العام هونيك إلى قاعدة عسكرية يعني، وتدخل مباشر عملية من قبل السلطة السياسية. وزير الدفاع كان في ذاك الحين محسن دلول، فكان متدخل مباشرة في قضايا وضع الاتحاد العمالي العام وقضية إنزال القوة الأمنية والجيش إلى المنطقة. بعد منها تعرض رئيس الاتحاد اللي كان الياس أبو رزق وكان أمين العام ياسر نعمة، تعرضوا للملاحقة، واعتقل الياس أبو رزق أنه عم بيشوه صورة الدولة تجاه منظمة العمل الدولية، واعتقل ياسر نعمة. عام 2004 وفي 27 من أيار حصلت أحداث حي السلم، وسقط العديد من القتلى والجرحى بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 25 ألف ليرة. عام 2008 وبعد دعوة الاتحاد العمالي العام إلى التظاهر، طغت الورقة السياسية على الورقة العمالية وحصلت الأحداث الدامية في 7 من أيار.
لم يخفض صوت العمال بين عامي 1992 و2008، ولكن الشرذ مداخل الاتحاد جعلت من الاتحاد اتحادات. فعلى ماذا حصل العمال خلال هذه السنوات؟ يعني يمكن نقدر نشرح أكثر عن الأوضاع والتدخلات، إن كان بزمن الوصاية السورية بلبنان أو إن كان من بعدها وبعد الانقسامات الحالية. شو رأيك أستاذ جورج؟ بطبيعة الحال هو لا شك يعني لبنان تأثر، خصوصا يعني الحركة النقابية بالوجود السوري في لبنان لأنه الاختلاف النظامين. لكن باعتقادي أنه في مرحلة ما بعد الوجود السوري كان مفروض أنه إعادة هيكلة. طيب خليني أسأل سؤال أي حدا اليوم عم بتفرج علينا وعم بسمعنا، شو اللي يعني أنه شو اللي بيمنع أنه رغم كل الولاءات وأي ولاء يكون بالسياسة أنه يكون العامل أخذ حقه بالداخل البلد؟ يعني كان هيدا بيأذي الوجود السوري بلبنان؟ أنه ليش كان فيها لقمة العيش المسيسة؟ هل الإصرار كان من السوريين ولا من اللبنانيين اللي كانوا بدهم يقبضوا على مفاصل البلد وعلى مصالح الناس؟ يعني المسؤول اللبناني هو المسؤول. يعني اليوم أنا كمان وقت بدي أكون بجريرة أو خاضع للهيمنة السورية وأنا عن نسعى حتى أحافظ على مركزي، معناتها أنا الحقيقة أنه تنزلت عن شيء من حقوق الوطنية. يعني ما حدا عم بشك أنه بوقتها تعرضوا كل اللي عارضوا بالاتحاد العمالي وبالإعلام ووين ما كان اللي كانوا يعارضوا كانوا يتعرضوا للاضطهاد وللقمع وللتحجيم صحيح صحيح. هذا أنا من يعني منع نقول أنه في حق بالحقيقة صار فيها خلل، خلينا نعترف بالأمور، لكن بنضل بالخلل أو بنطلع منه؟ بالعكس نحن تورطنا أكثر. نعم. بدليل انه حضرتك سالتيني انه هذا العامل شو ذنبه. العامل مع الاسف كمان صار تابع للزعيم، والزعيم تابع لطائفته او لمذهبه او لاصطفافه السياسي، وايضا الذي يمثل العامل كذلك. لذلك سيأسنا لقمه العيش. نعم. وسيأسنا مطلب العامل ومطلب طبعا ال- 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 اليد المنتجه في لبنان باي مستوى كانت. رئيس اتحاد النقل البري سيد عبد الامير نجدي، مساء الخير. مساء النور. شو رأيك؟ أنت واكبت وتواكب الحياة النقابية في لبنان وتستطيع ربما بمطرح أن تنجز أو أن يعني تحوز بإنجازات كما حصل مؤخرا بقضية البنزين، رغم خلافك مع ضيفي مارون الخولي وسجالك معه ورغم كل شيء. يعني كيف تقيم اليوم أنت وضع الاتحاد العمالي العام؟ أولا أنا بدي أتفق مع السيد جورج علم بالمقدمة اللي قدمها حول الاتحاد العمال العام منذ السبعين. نعم. وأعتقد أنه كان في حركة نقابية قوية وأخذت أمجادها بين السبعين والستة وتسعين وحققت العديد من المطالب للعمال وأصحابين الدخل المحدود ولترأس هذه الاتحادات من الأستاذ جبريل الخوري الله يرحمه، لجورج صار، لأنطون بشارة، لليس أبو رزق، لغنيم الزغبي كمان، كانوا فعلا نقابيين يدافعوا عن مطالب ومصالح الناس وإلى آخر. ولكن هذا الوضع اللي جرى، كم من المطالب حققتها الحركة النقابية في بدايتها هو يعني الوقوف في وجه السلطة بالنسبة للمطالب التي تهم الحركة النقابية، إن كان بالعدالة الاجتماعية. نعم. أو تصحيح الأجور أو ضمان الشيخوخة أو ضمان الصحة الشامل. أنتوا بتعتبروا أنه أنتوا حققتوا إنجازات؟ طبعا طبعا، هذا عم بحكي مش أنا، عم بحكي عن الحركة النقابية من السبعين للستة وتسعين. بعدك عم تحكي عن الحقب الماضي. نعم. بعدني عم بحكي عن الحقب الماضي، وتصدت للعديد من القضايا المطلبية واللي تحققت منها تقريبا على
قصة الضمان الاجتماعي. إيه بس سيد عبد الأمير بعد التسعينيات بعد الطائف يعني ما فينا نعتبر إنه في إنجازات حتى قبل يعني قبل 96 يعني إذا كان ما قدرتوا وقفتوا بوجه نصف المجلس الاقتصادي الاجتماعي وأنه ضرب وهو مطلب أساسي باتفاق الطائف. بدك تطولي بالك شوي لتسمعي. يلا تفضل. بالك شوي لتسمعي. موقفنا من الصندوق الضمان الاجتماعي، موقفنا من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ولكن صدينا له. اسمعيني شوي اسمعيني شوي بالاول اسمعي شوي اسمعي شوي بتعطي انت الكل بس ما فيك تعطيني يعني بدي بقدر اقطعك كمان لانه الوقت محدد يا سيد عبد الامير، ما فينا ناخذ كثير وقت. انا لو عارف هيك ما جيت على هذا اللقاء الليلي. لا بس ما فينا نحكي كثير. انت بتموني بس بتموني شوي اذا بتريدي. سيد عبد الامير معليه المقاطعه مش عدم قله احترام، نحن بنحترم الجميع ولكن إسلامي. الوقت محدد والكل بدهم يبدوا رايهم بس كرمال هيك تفضل. حددنا تقريبا بدي احكيكي عن الضمان الاجتماعي. لا انا بدي بس يعني نحن ما بدنا نحكي عن الانجازات اليوم، بدنا نقول انه ليش هالقد في انقسامات. كنا نقول انه التدخل لانه راح لك بعد ال 96 نعم. بعد ال 96 عملنا يوم اللي شالوا الياس ابو رزق مثل ما حكي اديب وحبيب نعم. مع حفظ الالقاب بقصة الـ الانتخابات اللي جرب بشارع مداره ونزل يومتها وزير الدفاع والى اخره لقمع نعم. هؤلاء المناضلين النقابيين من ياسر نعمي من اديب وحبيب من الياس الهبر من حتى يجيبوا ناس أداة للحركة النقابية نعم. ويسيطروا على القرار المستقل اللي كنا عم نقوم فيه في ذلك الوقت. والشيء اللي قاله أديب وحبيب فعلا عن السيد عبد الحليم خدام فعلا هذا حصل باجتماع كنا موجودين فيه كلنا سوا. فأمام هذه القضايا كلنا سوا كيف فرقوا الحركة النقابية؟ فرقوا. ذكر قبل شوي خينا مارون مع حفظ الألقاب. خليك أبو علي بدك تطول بالك شوي. واصل لك بدك تطول بالك. فهذا الوضع فعلا كان في اتحاد عمالي عام، ولكن بعد هذا الوقت سيطرت السلطه على الاتحاد العام. بعد اي سنه يعني؟ بعد 96 بعد 96 ومن 96 طبعا صار في نقابات جديده واتحادات. في اتحادات وفي نقابات بس ولكن ما في نقابيين. ليش ما في نقابيين؟ قليل كثير. ليش؟ قليل كثير لانه معلش الاتحاد العام اليوم، انا وقت اللي كنت مقاطع الاتحاد العمال العام ورجعت سنه 2004 الاتحاد العمال العام بعد حكي نحن ورئيس الاتحاد العمال العام انه بدنا نجمع الاتحاد العمال العام كل القوى السياسيه اللي موجوده خارج الاتحاد العام بتفوت على الاتحاد العام وبنعمل انتخابات لكل الناس ويشاركوا بالهيئه بالمجلس بال نعم. باللجنه التنفيذيه كل الافرقاء. يعني اليوم امل وحزب الله والاوميين والاشتراكيين بدون الاشتراكيين ويعني والبعث والأوميين السوريين كلهم موجودين. ليش ما بدوش يكونوا القوات؟ وليش ما بدو يكونوا الكتائب؟ وليش ما بدو يكونوا الشيوعيين؟ وليش ما بدو يكونوا الاشتراكيين؟ والمستقبل كمان اجر برا واجر جوا. فأمام هذا الواقع هذا اتحاد أحزاب، هذا مش اتحاد نقابيين، هذا اتحاد أحزاب. فمن هذا المنطلق كل واحد بشد لحسابه بهذا الاتحاد لحتى يبين الكفي لجنبه. خلينا نشوف رح نرجع لك يا سيد. خليني كفي لي. اما بس بدي بس اوصل لخينا جورج عمل اتحاد عمال لبنان، هل معه ترخيص فيه؟ ما في ترخيص فيه. هذا الاتحاد ليش عمله جورج؟ مارون كان مارون كان رئيس الاتحاد العمال العام، كنا ماشيين نحن وياه بالاتحاد المستقل. ما شفتوا غير نط بس صار في انتخابات بالاتحاد العمال العام وبدن يعملوا نائب رئيس اتحاد
تركنا بنص الطريق وحمل حاله وراح لعندهم وعمل معهم ليش بتروحوا بتجي مظبوط مثل ما عم بيقول كنت انت بفتره كمان نائب رئيس اتحاد عمال عام ليش صار هيك معك بس بسرعه بدنا نرجع ليش اختلفوا وياهم ليش اختلفوا وياهم على شو اختلفوا على مصالح الناس ومطالب الناس الاتحاد العمال العام كان حيه الاتحاد العمال العام كان الاتحاد العمال العام يمثل تقريبا 90% من الشرائح اللبنانيه ولكن اليوم الاتحاد العام ماشي مثل ما قلنا لك مثل ما يمشي على باتجاه واحد يعني مش يا ريت يعني خلط معه بعض الناس وقتها كان 90% موجود فطبيعي غسان نكون مباشره من مقر الاتحاد العام مساء الخير استاذ غسان مساء النور يمكن اكثر حوار مفيد هو انه نحكي كل شيء ونطرح كل شيء على طاوله الحوار مثل ما قلنا باتصال انا وياك بكل احترام ومحبه من دون أي مدارات لأي أمر ولكن باحترام أستاذ غسان ماذا ترد على ما يقال اليوم أنه الاتحاد العمال العام هو اتحاد فئوي ويعني يضم فئات معينة وأكثر أنه هو يعني اتحاد السلطة إذا بعد شوي رح نقول لأنه يعني اتحاد يمثل الأحزاب والمسؤولين السياسيين ولا يمثل العمال شو بترد على هالقول؟ يعني خليني انطلق من موضوع الحلقة ومن المقدمة اللي انطلقت فيها مدام يعني اولا اختيار الموضوع بهذا الظرف وكأنه بهذا الظرف عم يستهدف تحرك لانه بطبيعة الحال وقت اللي بنفصل الاتحاد العمال العام عن تكوين الجغرافيا السياسية بلبنان ونعتبره هيك وكأنه جاي من مريخ اخر معزول عن الواقع السياسي اللبناني وما بنعرف تركيبة الوضع اللبناني الطائفي المذهبي اللي قبل ما يخلق الولد بطيفه بمذهبه بسموه قبل ما يخلق انتسابا لطيفته لمذهبه أو انتسابا لانتماء السياسي تبع بيه أو جده بحيث أنه بصير كل واحد مسمى قبل ما ياخد خياره بالحياة وموصوم بوصمة سياسية أو طائفية أو مذهبية قبل ما يكون شخصيته السياسية نعرف أنه هذا البلد بهذه التركيب السياسي وبهذا الواقع بيدل على إذا طلعنا على الأحزاب والقوى السياسية بلبنان بنشوف وين الأحزاب والقوى السياسية وين الشرزمة بهذه الأحزاب كم حزب من كم حزب فرخ أحزاب كم طائفي من كم طائفي معلوم يعني استاذ غسان معلوم انه البلد لذلك كله مسيس لذلك يعني لذلك وقت اللي بنحكي عن بلد كله مسيس ما بنتهم الاتحاد العمال العام بالتسييس لانه كل اللي قاعدين حواليك كل واحد بمطرح سياسي معين صحيح ومش صحيح عيب انه يكون بهذا المطرح صحيح لذلك وقت اللي بدنا نتناول الموضوع له علاقه بمطالب الناس وبمشاكل الناس ومنطلعها من إطارة الحقيقي وانتماء هيدي الناس صرخ للعمال بكرة وقالي لهم يا عمال لبنان اتحدوا وعندكم قرار صار رايح مرتين طيب من الحكومة ليش انتم ما كنتوا كمان الى جانب هيئة التنسيق النقبية يا بس خليني اقول لك عم خاطب وطبيعي ان نخاطب الجمهور اللي متوقع اليوم بهيدي الحلقة يشوف شو طابخة الحكومة وشو عم الطعميل للمواطن بعد ما بيطلع مرسومين طب المواطن متكل عليكم وانتم مش عم تحكوا نفس الخطاب ونفس اللغة يا استاذ عم تحكوا بمطرح نفس المطالب ليش شفتي شي واحد شو كان بيمنع انه انتم امبارح تكونوا مع هيئة التنسيق النقابية استاذ غسان طالما نفس المطالب ليش اذا ما كناش معها بنكون ضد مطالبها بس ما فيكم تنزلوا الناس شوي يعني وين التقل وين تقل بينزل الشارع بينزل الناس بينزل ناس امبارح بوقتهم بما يتناسب مع الشريحه اللي بيمثلوها اليوم بس كيف هيك وين بعد في تقل للعمال يا استاذ غسان استاذ غسان اسمحيلي الاتحاد العمالي بيسقط حكومات الاتحاد العمالي بخض بلاد بهز انظمه كيف هيك شوي كيف بدهم ياثروا بنزله خجوله على الطرقات على الشارع شو وين في اتحاد عمالي سقط حكومات خبريني اكيد لازم يكون هيك وين مش لا مش دوره هيك مش حركة سنة 92 ما قصد حكومة عمر كرامي بالاتحاد العمال العام
بخبروك عنا بتاريخ كيف ومع مين وليش صارت وباي اوكي في علامات استفهام حول قسيس معين ولكن شو يعني شو ولكن شو بدنا نغش الناس انه لكن بلبنان ما في عنا حياه طبيعيه نضل اجرينا على الارض نضل اجرينا على الارض ولا نعمل بطولات واكتافنا طيب. انا بدي اسالك سؤال اذا كان اليوم نزل 30 40 الف مواطن او عامل على بالشارع ألا يربكون الحكم؟ ألا يجعلون الحكومة تلبي المطالب؟ ولا بينزلوا 2000 3000؟ كيف هيك؟ فينا نقول إنه 2000 3 مثل ما يكونوا 30 و 40 وبصير في سقعة ويمكن يكونوا 100 و 200,000؟ بيربك الحكومة وقت في حكومة بتسمع، وقت في حكومة ما بتمدي المراسيم لحتى اللي ترجع. بيكون في حكومة بتستجيب لمطالب لماذا الناس لماذا الصاعدين أربكوا الحكومة وأقرت لهم بونات البنزين ليش؟ لا لأنه التسوية معروفة ليش؟ ليش؟ حكومة فالة بدها تربك الحكومة اللي جاية بدها تحملها أعباء مالية للحكومة اللي جاية عملت هذا الحل يعني كمان ما نكبر الحجر ولا نوسع الإطار خلينا نحكي بالأمور يعني طلع بلا جميلة هلا عبد الأمير نجد طلع بلا جميلة راح أتبنى رده لا مش بلا جميلة عبد الأمير مناضل حقيقي له تاريخنا قادم ما طلع بلا جميلة بده يحكي عم يطلب الكلام من الاستديو وينك يا استاذ أول بداية ما سمعتك شو عم تحكي عني ما بيطلع لك حق إنك تحكي عني بغيبتي هين ما بيطلع لك حق مش عم بسمعه لعبد الأمير أنا عامل أضرابات بهالبلد أتشعر راسي وتظاهرات لحقافة بطاقة لا باري عبد الأمير أضرابات الخيطة والنضالات اللي عاملها مستقل عن الاتحاد العمال العام ما له تعلق فيه هذا الوضع يا ريس غسان ما بقى يمشي هاي القصة ما بقى تمشي مثل ما كنت قلك بالأول فريق لوحده ما في يحكم الاتحاد العمال العام بدكم تجمعوا الاتحاد العمال العام كل الناس بدها تكون موجوده بالاتحاد العمال العام وخلينا نتصارع جوا داخل الاتحاد العمال العام هذه القصه انه والله السواقين شو برطلونا ان نحن جبنا 70 مليار للسواقين بقصه الاضراب ب 15 ايرون وصار قابض 29 صار قابض 33 الف سائق كل سائق من رديين بنزين للسائقين العموميين وحافظنا على النقل بالنسبة للعمال وأصحابين الدخل المحدود نحن اللي حافظنا فنحن أمام هذه القضايا ما حدا يربحنا جميلة وما حدا يقول إنه والله المئات تصدق علينا أو الصفد تصدق علينا اللي تصدقوا علينا مظاهرات السواقين وتسكير الطرقات وتسكير الشوارع اللي كانت بدها تسكر البلد كلها من أجل هيدا إجوا حققوا للمطالب للسائقين العموميين وتفضل انزل انت سكر طرقات مثل ما قلت وشوف الدوله كيف بتصير تهابك اما الان الدوله ما عم بتهابك ولا عم تعمل لك حساب يا استاذ غسان اي بس استاذ عبد الامير احنا كنا يعني الامل انه تكون انخفض سعر صفيحه البنزين يعني اكتفيته بالثلاث اسمعي 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 حتى ما يفهم المواطن غير شيء نحن اول تصاريح لنا كقطاع نقل بنا تنكة البنزين ب 25,000 وبنا تنكة المازوت ب 20,000 للمواطن وللسائقين العموميين كنا سوا. اجى اقتراح من لجنة الأشغال العامة والنقل بإعطانا 15 صفيحة بنزين بالشهر تجربي لحتى نجرب كيف بدها تمشي هذه الأمور وبعدنا على موقفنا والقانون اللي طلع بمجلس النواب بيقول انه صفيحه البنزين عندما تصل الى 25,000 وتنكة المازوت الى 20,000 ساعتها ما بدنا رديات ولا بدنا شيء ورايحين لمفاوضات جديده هلا مع دوله رئيس مجلس الوزراء مع وزير الاشغال العامه والنقل ومع وزير الماليه لنطرح فكرتنا 25,000 البنزين و20,000 المازوت لكافه المواطنين وما حدا يربحنا جميله انه والله السواقين العموميين مستقتلين لحتى يقيموا الركض ليأخذوا يعني انت بتعتبر انه العامل اللبناني يا سيد عبد الامير قبل ما ننتقل لعند استاذ انت بتعتبر انه العامل اللبناني بيقدر اذا كان شكل ضغط بالشارع بيقدر يربك الحكومه طبعا بده يسكر ليكي بدي اقول لك شغله العمال اذا ما نزلوا على الشارع وسكروا طرقات وقطعوا طرقات وحرقوا دواليب
وعملوا هذه القضايا ما حدا راح يطلع فيهم ولا حدا راح يقدر يحق. اما العامل بده يضل قاعد ببيته مثل ما صابنا امبارح. مع كل تحياتي للمعلمين، اني 40,000 نزل من 40,000 10,000، يا ريت نزلوا 40,000 بس بالقطاع العام، وفي 40,000 بالقطاع الخاص، يا ريت نزلوا كيلو اكثر بصيروا. فمن هذا القضايا على العمال، على العمال ان ينزلوا بهذا الاضراب اللي دعا له غسان، وانا بعتقد انه ما راح يكفي. عارف كيف؟ ليش ما راح يكفي؟ انا بعتقد هيك، هذا اعتقادي لانه عندي تجارب، عندي تجارب كثير. شو يا استاذ عسام، بدك تكفي ولا لا؟ وليش ما بتخلي الناس ينزلوا يسكروا طرقات؟ يمكن راح يمكن يصير بهذا، يصير في اتفاق بين الاتحاد العمال العام وبين الحكومه على زياده شوي بالتقديمات او بالقضايا المطلبيه، ويصرفوا النظر عن الاضراب الاتحاد. هل حيصير هالشيء سيد غسان؟ وليش دائما انت تتهم بانه باللحظات الاخيره بتعدل من موقفك وتتهم بانك توالي الحكومه؟ بعد شوي رح يقولوا لك. وقت اللي بلشت معركه تصحيح الاجور ما كانش حدا عم بيحكي عن الاجور، كان الاتحاد العمال العام بلش بالمعركه واستكملها. وقت اللي علقنا الإضراب علقناه على تحقيق نتائج من الإضراب، كانت القرار اللي أخذته الحكومة وإجا منقوص، وحذرنا من أنه هذا القرار المنقوص لجهة عدم إعطاء الذين تزيد أجورهم عن 1,800,000 ليرة الزيادة اللي هي حق لهم، كان التعليق بناء عليه. فتحقق يومتها نتيجة من هون دون 1,800,000 ليرة، تحقق للعمال لبنان ل 85%. يعني انت طريقتك ما نسبة زيادة، ما نسبة زيادة تراوحت بين 200 و 300,000 ليرة. لذلك علق الإضراب. اليوم نحن متجهين إلى الإضراب، و 27 كانون الأول هو يوم إضراب في كل لبنان. هل سيعلق الإضراب ليل 27 رح يعلق الإضراب؟ هيدا السؤال. إذا ما تحقق زيادة لائقة للعمال، الإضراب طيب. في 27 كانون الأول قائم، واختيار توقيت الإضراب. يعني أنت تنفي ما تتهم به بأنك يعني توالي السلطة، تنفي هذا الأمر؟ هلا اتهميني مثل ما بدك، اذا بدك. مش انا عم بقول انا كل الجو بالبلد انه الاتحاد العمالي هو اتحاد مسيس وهو تابع للسلطة. هيدا الجو بالبلد يا مدام غادة. القرار هو لقيادة الاتحاد العمال العام، ويوم علق الإضراب كانت طيب. كل قيادة الاتحاد العمال العام موجودة، واللي دعا لتعليق الإضراب هو الشخص نفسه اللي نزل وحمل يافطة وقال إنه هذا الإضراب مرتهن لمن ولماذا. هذا الموضوع صرنا بنعرفه بالمزايدات. مين يعني هيدا الشخص؟ بالمزايدات ولا بالمهاترات. نحن منفوت لحتى نحقق مطلب. مين هيدا الشخص اللي حامل اليافطة؟ بزاوية الدخل المحدود اللي بنسأل فيه الحكومة ومنطالب فيه هذه الحكومة تحديدا. طيب. اللي وعدت الناس انها حكومة العمل لكل طيب. المواطنين. طيب هل من الطبيعي استاذ غسان، هل من الطبيعي نحن مش عم نقول عنك حقوق وحدك العمال؟ مش عم نقول انه انت وحدك توالي او انت يعني محسوب على فئة، الجميع كل واحد محسوب على فئة. خلينا نشوف هيدا التقرير اللي بعبر عن هذا الواقع المؤسف، ومنرجع منوقف مع فاصل الإعلان ومنرجع لحظة. واقع بيشبه البلد، وضع البلد كله مؤسف. نعم. تقرير يظهر خريطة الانقسامات النقابية والمحسوبيات السياسية في هذا التقرير، وبعدها بننتقل مع فاصل الإعلان لنرجع لموضوع حلقتنا. طب لو وحدنا ممكن نخوضه، وبالتالي تصحيح الحد الأدنى اللي باعتراف الجميع لا يمكن أن يكون أقل من 960,000 ليرة لإعالة أسرة. أتمنى علينا الوزير أنه يصير في مفاوضات ويفتح الحوار بينه وبين الحكومة حول مسألة ترتيب الوضع، ترتيب هذا الوضع، خاصة مسألة الضريبة على البيت. رفضوا الاستمرار بالإضراب، وهن عندهم معطياتهم وهن يدافعوا عن حالهم. هي حال الحركة النقابية في لبنان التي أخفق النقابيون في قتل أمراضها، هو التشرذم في اتحاد يتبين أنه أصبح اتحادات
هو الاتحاد العمالي العام. هلا من يسيطر على الاتحاد العمالي العام يعني بعد سنة 90 92، يعني أضحت حركة أمل، يعني هي الأكثر تمثيلا. مش أمر غير طبيعي أن يكون في اتحادات داخل الاتحاد العمالي العام، لكن الماضي الأساسي ليست في وجود اتحادات داخل الاتحاد العمالي العام. الماضي هي مدى تمثيل هذه الاتحادات للعمال في لبنان. حنا غريب نموذج له خصوصيته في العمل النقابي، استطاع أن يحصل جزءا من حقوق الأساتذة وهو لا يوالي أي حزب في السلطة. إذا كان الأحزاب لا تؤمن بالعمل النقابي، وبالنسبة لها العمل النقابي هو مطية للترويج والتسويق السياسي، هي بتكون عم تخرب بالعمل النقابي. وفي أحزاب تانية بالنسبة لها العمل النقابي هو في صلب عملية التمثيل حقيقي لها الفئات الاجتماعية اللي هي أساساً بتطالب بإعطائها حقها، ساعتها بتكون الأحزاب هي عم تخدم العمل النقابي. المشكلة اللي موجودين نحن فيها أنه في نقابات فارغة من الجوهر، مفرغة يعني مجوفة. للأسف هيئة التنسيق النقابية اليوم حاملة على كتافها قضية الشعب اللبناني كله بأجوره برواتبه بتأمين التغطية الصحية الشاملة لقلو. في بني نقابية لكن القرار فوق بده تحرير تيجي يعبر عن مصالح اللي موجودين تحت. لو قدر لكارل ماركس أن يرى حال النقابات في لبنان لكان غير نداءه الشهير من يا عمال العالم اتحدوا إلى يا عمال الأحزاب اتحدوا. منتابع معكم أعزائي المشاهدين الحلقة. يمكن المشاهدين ناطرين يعرفوا مصير مرسوم الأجور بعد ما أعطى الرأي فيه مجلس شورى الدولة. رح نحكي بهالموضوع، ولكن الموضوع الأهم والموضوع الذي يجب أن يحكى فيه هو هذا الوضع التشرذم بالاتحاد العمالي العام. أستاذ جورج، قبل ما هلأ نحد يعني نعرض تقرير، يمكن هذا التقرير سوف يزعج ضيوفنا، يمكن أحيانا يمكن يزعج البعض، ولكن هيدا الواقع، لأنه هذا التقرير يضيء على مهنكم. أنتم شو بتشتغلوا؟ هل أنتم عمال أم أنتم مدراء أعمال أم أنتم؟ التقرير جاهز، ولكن تعقيباً اللي يعني سمعتم أول حلقة هلأ. كان مفروض بالأستاذ غصن أنه يعني استقالي هلأ، وإلا ليش كشف بدي يعني أولاً استقالي. يعني كانت مداخلته يعني عيوب أكثر ما هي تعكس حقيقة مطالب العمال. اعترف بأنه الاتحاد هذا أصبح مجموعة اتحادات دون أن يعلن ذلك. اعترف بأنه هذا الاتحاد هو حارس. بس هل حدا غيره بيقدر يوحد الاتحاد؟ أنا برأيي اليوم هل بيقدر في شخصية تقدر توحد الاتحاد؟ إذا هالبلد كمان مثل ما عم نشوف ما عم بيقدر يتوحد على أي شيء. إذا بنضل ضمن دائرة الالتباس والغموض فالبلد يعني معناتها ما رح يصير بلد. أنت تدعو إلى فصل الاتحاد والنقابات عن ما هيدي وظيفته أساساً، هو يعني ممثل الحركة الانتاجية في لبنان. نعم. وليس ممثل القادة ولا قادة الأحزاب ولا قادة الطوائف. طبيعة الحال معارض. هذا الواقع يعني أصبح انعكاس للحالة الطائفية. خلينا نشوف الشباب بالاتحادات وبالنقابات وبكل هذه العناوين. رح نحكي رح تدير هلأ لنشوف شو بتكون تحكوا بعد ما نعرض هيدا التقرير اللي بعرف عن مهن المسؤولين والقياديين بالاتحاد العمالي أو بالاتحادات العمالية والنقابات. في بحثنا عن نقابات اليوم نقبنا في أعمال النقابيين فوجدنا قيادات لا عمالاً، أرباب عمل لا عمالاً. بكفي نحكي ونشكي عن وجع الناس. غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام، موظف في شركة تي أم أي، ولكن أين شركة تي أم أي؟ أمين سر مجلس إدارة الضمان الاجتماعي. نحن شعب فقير، صار لازم نتحرك، لازم نحمل قضيتنا بإيدنا.
كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، رئيس نقابة عمال البناء، لا يعمل، متفرغ للعمل النقابي منذ 20 عاماً. إنه أنا ما بعرفش بهالموضوع باعتبار إنه في عندي الشفرية إنه اللي بروح يجيبوا الأغراض للمدام. بسام طلايس رئيس اتحاد النقل البري في لبنان لم يعمل يوماً، من المدرسة إلى الحركة النقابية، من رئيس نقابة السائقين في بيروت وجبل لبنان إلى رئيس اتحاد النقل البري. ورفع الحد الأدنى للأجور بات حاجة اقتصادية شاملة بالنسبة لنا. بشار الأسمر طبيب أسنان موظف في المرفأ جمد عضويته في نقابة أطباء الأسنان ليصبح نقيب عمال المرفأ، وهو رئيس اتحاد المصالح المستقلة. خدنا أضراب وأضرابات كثير خدناها لوحدنا كسواقين وبالأخير كقطاع زراعي وسواقين. عبد الأمير نجدي رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري لا يعمل، متفرغ للعمل النقابي منذ 30 عاماً. قرارات حتى اخذها هيئة الإنقاذ من شأنها أنه تصحح الوضع الحركة النقابية، من شأنها أنه تصحح الوضع الاجتماعي في لبنان. مارون الخولي رئيس حزب العمال اللبناني رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في لبنان يملك محل تجارة ألبسة جاهزة مع أخيه، يملك مرآباً للميكانيك. وضع حد للفساد والهدر والسرقة من خلال تفعيل هيئات الرقابة والتفتيش. ياسر نعمة رئيس نقابات عمال الطباعة والإعلام المدير العام لجريدة السفير. نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية وتجاهل مصالح العمال والمستخدمين والفقراء. حسن فقيه نائب رئيس الاتحاد العمالي العام رئيس اتحاد نقابات مزارعي التبغ والتنباك نقيب مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب لا يعمل، متفرغ للعمل النقابي. تعددت الأسماء والمفهوم واحد، مسؤولون عن العمال لا عمال أو عمال لا يعملون. شو عم تضحك كل التقدير؟ انه عن جد يعني انه الغالبية الايادين بنشوفهم شو عم انتم يعني كيف بتقدروا تشعروا مع عامل وما حد ادنى للاجور لمن انتم بتطلعوا من هال يعني هالمهنه اللي انتم جيتوا تمثلوها وبتصيروا ارباب عمل. هيك ست غدا بدي اقول لك في شيء اسمه تفرغ نقابي بالعمل النقابي كل العالم، يعني بالعالم العربي باوروبا في شيء اسمه تفرغ نقابي. كيف بتعيشوا القيادات؟ عفوا هلا حاوصل لك القصه. القيادات النقابيه تبع كيف يعني انت اليوم بتقعد من الصباح للعشيه للساعه 12 اتصالات وخدمات ولقاءات وهذا كيف بده يشتغل؟ هذا شو نعم يعني في مسحه يعني انه يقدر يشتغل القائد النقابي او المسؤول النقابي انه يشتغل هيك يكون موظف بالشركه بكون عم يكذب على الناس او بده يكون مرتهن للشركه ساعات بدفع له معاش بدون ما يوصل على الشركه. بس ما انتم كمان عفوا بس خلينا لا بس خلينا انا خليني اكمل لك يعني نحن اذا انا بدي احكي عن حالي كل واحد يدافع عن نفسه بس انا خليني احكي مش عن دفاع يعني نحن لا انا خليني عفوا بس خليني احكي عن حالي. انا طلعت من انا وما زلت رئيس نقابه عمال وموظفين شركات بترول في لبنان وانا مستشار لعدد من الشركات وانا خبير بالشؤون النفطيه. مستشار شركات يعني ما انت ضد مصلحه العمال؟ لا مستشار لانه عفوا خليني اقول لك بخبرتي يعني صلي حسب الظرف حسب الموضوع صلي 25 سنه بيشتغل بهذا القطاع منتخب من هذا القطاع وانا مسؤول عن هذا القطاع ما بعود بشغلتك وبارادتك اليوم وبضمن وظيفتك ما فيك تكون تلبي الوظائف. عم بحكي مش دفاع عن حدا ولا دفاع عن نفسي بس هذا الواقع يعني ما فينا كمان يعني انت ما بقى ينطبق عليك انه اسم عامل انت منك عامل يعني هذا يعني نحن اكثر من عامل اكثر من عامل. شو رايك؟ لا اكثر من عامل يعني شفنا هيدا التقرير هذا بس انا عفوا بس انا خليني بس خليني ما كنت موفق يا استاذ مروان. لا 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 بس عفوا لا كنت موفق لان لك ليه لانه في شيء اسمه تفرغ نقابي. لا يا استاذ جورج بس انا قبلها بس خلونا نحكي بحكي كمان عبد السيد عبد بس خلينا نحكي بس استاذ جورج بس لا ممتاز يا بدي اشتغل المصلحه العامه بس خليني او بدي اشتغل يعني لا ما بتقدر يا استاذ جورج عفوا خليني اقول لك لك يا خي لا لك انا حكون لا اكثر من هيك. أنا رئيس نقابي مصروف من عملي مرتين من الشركات. ليه؟ لأنه مدافع عن عمل النقابي ومدافع عن النقابة. طب شو بتعمل بهيك حالة؟ قديه بدأ أي شركة اليوم بترول بتفوتني أنا قدام كل العالم عامل
عامل ليسانس يا خيي ومشتغل وعندي خبره 25 سنه، تفضل لاقي لي شغله بشركه بترول فوتني اليوم. عفوا ما خلينا يا اخي خلينا ناخذ ليش في وين في حمايه للعمل النقابي؟ عفوا وين في حمايه للعمل النقابي في لبنان؟ انا لا حقلك اكثر من هيك عشان انا بدي اشرح انا حقلك اكثر من هيك يا خيي. استاذ عبد الامير انا شو رايك بالتقرير اللي عرضناه؟ وهل كثير مهم؟ نعم كثير مهم وراح اكون واضح. انا زلمه اشتغلت 30 سنه شوفير تاكسي. نعم. من سنه 58 ل 88. نعم. وقت اللي صار فيه بصندوق نقابه السواقين مصريات فرغتني نقابه السواقين في النقابه وبقبض معاش شهريا 800,000 ليره. نعم. عايش فيهن انا ومرتي وعندي ولادي من غير شر اللي علمتهم واللي حطيت دم قلبي عليهم وقت اللي كنت شوفير تاكسي بيساعدوني شهريا بحوالي 500 دولار. ما عندك شغل تاني يعني؟ ما عندي لا شغل. جربت اني اعمل لي شي شغله فشلت لاني ما خلقت للتجاره ولا خلقت للصناعه، خلقت للنضال في سبيل مصالح السواقين ومطالب السواقين العموم. استاذ غسان انت معنا، ما الفرق بين العامل وبين الذي يتفرغ للعمل النقابي؟ يعني كيف يمكن ان يتفرغ انسان يكون وظيفته يشتغل عمل نقابي؟ يعني ما بطل عامل يعني. لا 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 هيدي بكل العالم. ليك ثلاث مغبي مضطر نرد عليهم. الو نعم ثلاث مواضيع لازم رد عليهم. الموضوع الاول اللي بيتعلق بالوظيفه. اولا شركه طيران عبر المتوسط قائمه وانا اعمل فيها وانا مدير في هذه الشركه. شو بتشتغل فيها؟ والشركه موجوده ما راحت لمطر. شو بتشتغل؟ اثنين الموضوع اللي له علاقه شو بتشتغل الشركه والنقل. يا سيد غسان شو بتشتغل؟ شو أنا بعد مدير قسم الشحن في الشركه. ليش بعد قائمه الشركه نعم. وتعمل يعني وبعد قائمه وموجوده وبتطير كل يوم وبتشتغل كل يوم تي ام اي ايه تي ام اي ايه تي ام اي شو عم بحكيك عن تشاينا ايرلاينز انا عم بحكيك عن تي ام اي شركه طيران عبر المتوسط كيف وين عندها طيران وهي موجوده وقائمه وتعمل بنص مطار بيروت هذا واحد اثنين بموضوع التفرغ نعم. الغريب انه المعروف في كل العالم ان القياده النقابيه تتفرغ للعمل النقابي وهذا منصوص عليه في القوانين باستثناء القانون اللبناني اللي بيحرم الحق في التنظيم النقابي والتفرغ النقابي وهذا موجود بكل العالم. الشغله الثالثه للاستاذ جورج علم طبعا يعني اللي بيراشق بالحجار على الناس وبيقيمهم انا بس بدي اسال وهو في نقابه المحررين هذه النقابه النابضه الناشطه شو شو انه شو وضع هذه النقابه يعني شو احوال نقابه المحررين في لبنان لحتى اللي نبلش بالرشق على الاتحاد العمال العام والقواس عليه ما هي ارث صارت ومش وهلا مختلفين كيف بده يوزعوا الارث تبعه فخلينا نكون واقعيين نتعاطى بالامور بواقعيه بلد كلنا معترفين انه هذا البلد منه راكب على 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 مؤسسه ما عندنا بلد المواطني عندنا بلد المذاهب والطوائف والعشائر والقبائل والعائلات خلينا بس باتصال كون عم بحكي غلط اذا قلت هذا الواقع وصفته رح كون عم بحكي كون عم بحكي وعم بلبس كفوف وقت الاوصف هذه الحاله اللبنانيه معنا الوزير بالقوى السياسيه والاحزاب يا غاده بالقوى السياسيه والاحزاب يعني هيدا الواقع حزب فرغ 500 حزب الاتحاد العمال العام طبيعته التعدديه النقابيه وطبيعته ان يكون تعدد وطبيعته انه بالتحولات والتغييرات السياسيه بس بالشان النقابي لازم يكون نقابات ما كانت موجوده اصلا وقت النشا بال 97 نقابات نشا نقابات لانه نشا تجمع سياسي نعم. اخر ما كان موجود بالحياه السياسيه خلينا نسمع معالي الوزير نحاس بهالاتصال لانه الناس كثير يعني بدهم يعرفوا شو مصير مرسوم لزياده الاجور. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور ست غدا. معالي الوزير يعني اليوم صار في يمكن سوء فهم للامور حينما اعلنت وكالات الانباء انه مجلس الشورى قبل قبل مرسوم الاجور وهذا يمكن شيء
مغلوط بالنسبة للتعبير، لأنه مجلس الشورى يبدي الرأي، يعطي رأيه ولا يقبل أو ولا يفرض أي شيء أو ولا يقر مثل ما قال أقر المرسوم. شو صار اليوم تحديدا بهيدا الموضوع؟ وفيما بعد أنت على ما يبدو أبديت أنك يعني أبديت أنه نقل هذا الموضوع مجددا إلى الحكومة لبحثه وإجراء بعض التعديلات عليه. نعم ستنا، أول شيء نحن بدنا نتذكر أنه امبارح كان في إضراب وتظاهرة، هني حدث مهم. نعم. ثاني شيء اليوم رأي مجلس الشورى بده الواحد ينظر له بتمعن، بمعزل عن الحملة الإعلامية اللي واكبته. نعم. مجلس الشورى ما وافق بتاتا على القرار. قال مستغرب يعني الموافقة على القرار على شرط إدخال التعديلات المذكورة أعلاه. التعديلات المذكورة أعلاه تطال كل مضامين وبناءات ومفاعيل القرار السابق، وبالتالي هذا القرار أتى ليؤكد على هذا الرأي، أتى ليؤكد على الرأي السابق، وهو بيعدل بكل ما ورد في القرار الأخير، وبيستدعي أنه الموضوع يوضع على جدول مجلس الوزراء الأول يلي بده ينعقد خلال الأسبوع القادم لينبت بهذه المسألة، بقى نخلص من هالموضوع ويقبضوا الناس زيادة قبل آخر الشهر، ومش بس يتحسن دخلهم إنما نرجع نرد الخصامة نحصن الأجر، يرجع الأجر واضح مرعى بالقوانين، ونخلص من الخزعبلات يلي تم اللجوء إلى من سنة 95 إلى اليوم. القرار يلي أخذ رأي أخذه اليوم مجلس الشورى رأي إيجابي جداً، بيكرس الرأي السابق، ونحن أرسلنا اليوم إلى مجلس الوزراء طلب إدراج هالموضوع على جدول أعمال أول جلسة تعقد خلال الأسبوع القادم. شو هي الضمانة معالي الوزير للناس بعد هذه يعني اليوم في وقت ضايع بكل هالمراحل، بس هل أنت متفائل أنه سيتم إقرار المرسوم مرسوم معدل جديد بالأسبوع المقبل بالشكل الذي يرضي الجميع وطموحاتكم، ويعني ليش ما كمان منقول يمكن يصير في عملية تسويف جديدة والتفاف على الموضوع داخل مجلس الوزراء؟ أنا عندي أمل ليلى أكثر من كل الأيام السابقة بنتيجة أمرين، أول شيء التحرك النقابي، ثانيا تكرار مجلس الشورى لرأيه الحاسم. مسألة التسويف ما بتصور رح تصير، وإذا حصلت كل واحد يتحمل مسؤوليته، إنما برجح بأرجحية كتير كبيرة إنه الموضوع رح ينبت خلال هذا الأسبوع. نعم. بالشكل الصحيح، الزودي منا بس مبلغ. شو هو الشكل الصحيح؟ شو هو الشكل الصحيح مع الوزير؟ هون بيت القصيد يعني. نعم. أول شيء إنه الأجر بلبنان هو كل الكسب، ما في بدلات وقصص وإخبار حوالي يمين وشمال بحجج واهية. ثاني شيء انه وهذا الاجر بيستفيد الاجير من كل تبعاته، يعني تعويضات نهايه الخدمه والاشتراكات، وبيقدر يستخدم الوسائل القانونيه للمراجعه لفرض دفعه كاملا. هي اول نقطه. النقطه الثانيه، اذا بدنا نطبق زياده نسبه 17% معناتها بدنا ننطلق من الواقع الحالي للدخل، مش انه ننسى كل البدلات اللي أضيفت، لأنه وقتها بدنا نرجع لل 96. هيدا معناته شيء كتير مهم، أنه آلية المراجعة الدورية للأجور بدها ترجع تشتغل بشكل طبيعي، مش تبقى معطلة خلال 16 سنة. نعم. الشغلة الثالثة، أنه ما في حدين أدنيين للأجر، في حد أدنى واحد للأجر، ما في قسم من الأجر بيندفع وقسم على الهلة بيندفع أو ما بيندفع، هيدا موضوع بده ينحط له حد نهائي. نعم. النقطة الرابعة، انه ما في الواحد هيك من دون اي مراجعة بمناسبة تصحيح الاجور يقدر يصرف العمال من دون اي مراجعة، وهذا كرس بالقانون 50. نعم. في الفقرتين واو وزين من المادة 50. من المادة 50. يلي نادرا ما كان ملحظ شروط تطبيقهم في حالات مثل هذه. في اضافة لذلك اجراءات تجي بالطاول، اول فرصه عمل للشباب
وفي إجراءات بالطاول تغذية في المؤسسات الصناعية الكبرى والمناطق الصناعية بالكهرباء أسوة بأكثر المناطق تغذية في لبنان. هيدي كلها سواء موجودة على طاولة مجلس الوزراء، وأنا واثق أنه خلال الأسبوع الجاي منكون قدرنا بفضل جهود كل اللي يشتغلوا وضحوا لهذا الهدف نقدر نحقق إعادة مش بس تحسين الأجور وإنما تحصين الأجر في لبنان. طب ليش الرفض العمالة؟ لكن يعني الرفض العمالة هو لنسبة الزيادة، ولكن يعني هذه الأمور الجانبية الأخرى اللي حكيت عنها من آلية المراجعة الدورية والحد الأدنى الموحد ومن دون الصرف عدم الصرف العمال وما إليه، يعني ليش لكن الرفض العمالة؟ هل تتوقع رفض عمالة أو خلص حترجع الأمور تسلك مثل ما كنا هلأ عم نحكي قبل شوي باللحظات الأخيرة؟ لأنه إذا النسبة بقيت على حالة ولكن في تحسينات على مستوى التقديمات الأخرى. ستنا أنا بعتذر ما كنت قادر تابع الحلقة لارتباطي بمتابعة الموضوع ذي. لا ولكن هل تتوقع الرفض عمالي أو قبول عمالي؟ بتأمل مش قبول، بتأمل ترحيب عمالي. ترحيب عمالي. نعم. طيب معالي الوزير، هل بتحب تضيف شيء او هل بتحب توجه شيء للبنانيين يعني اللي ناطرين هذا الموضوع؟ ما يأسوا ويشعروا انه فيهم هني، على الرغم انه كنت عم بسمع هلا استاذ غسان عم بيقول انه بلد طوائف وكذا وشرزمي، وهذا قول صحيح، بس ما يأسوا اللبنانيين، هذا مش قدرنا نبقى بهالشكل، بس ما بدنا نطلع من هالوضعيه، نعم بموقع المتفرج. بس ما بتوافق معنا بعنوان الحلقه كمان، جزء من الحلقه هو عن انقسام الاتحاد العمالي العام وتبعيته للسلطه وللسياسيين، وهذا دليل يعني دليل سلبي جدا، مؤشر سلبي جدا يعيق الحياه النقابيه بلبنان. بتصور كل الناس تابعت شو النقاشات يلي صارت، نحن بهمنا انه ترجع تنهض الحركة النقابية بزخم وبقوة، نحن ضد انه ناس تتصور انه فيها تاخد اجراءات عقابية ضد تحركات نقابية، نحن ضد انه النقابات تتدخل في اعمالها وفي شرزمتها القوى الطائفية والسياسية المختلفة، بس الاهم من هيك كله ما النقابات تتقوى بدها شرطين، أول شيء بدها قاعدة ثابتة من العاملين الأجراء والعمال، ثاني شيء بدها تحقق انتصارات بنيوية تيرجعوا الناس يوثقوا بجدوى العمل. ما بدهم السياسيين يكفوا إيدهم شوي عن النقابات؟ اتركي السياسيين، خلي كل واحد من موقعه يوثق بحاله ومنكسر حاجز اليأس، نحن اليوم قادرين نكسر حاجز اليأس والاستسلام. ولكن مع الوزير، بس لو بتسمح بعد دقيقة في سؤال من مارون خولي معنا باستديو. مع الوزير مساء الخير. أهلا، مساء النور. مع الوزير، بالحقيقة مسألة المفعول الرجعي للمرسوم يعني من اللياقة ومن الأصول أنه هالمرسوم يكون قبل بشهرين، يعني إذا زيرنا سلمنا جدلا يا أخي وقلنا في ترحيب، ولكن خلي يكون الترحيب على الأقل يلاقيه، يعني مسألة المفعول عفوا مع الوزير، بس خليني اسالك بعد سؤال، يعني مساله المفعول الرجعي ومساله البنزين زيادات على البنزين، طيب زيادات على البنزين اقرت بالمرسوم السابق، قلنا حنعطيهم حنعطي كل يوم عمل 2000 ليره، وين طارت؟ كيف طارت ال 2000 ليره؟ وعلى اساس هل سيتم تخفيض الضريبه على البنزين؟ بس حابين نعرف هيك مع الوزير، انت عمليا انت تمثلها داخل مجلس الوزراء. اوكي، لنفصل الموضوعين، الموضوع الثاني بسيط، ما في شيء اسمه بدل نقل، إذا بدنا نعمل بدل نقل بدنا نعمل بدل أكل وبدل شرب وبدل نوم وبدل شو ما كان. هيدي كانت وسيلة ملتوية للالتفاف على زيادات الأجور خلال فترة 16 سنة كي لا تدخل هذه الزيادات في الانتظام القانوني العام بما يسمح للأجير أنه يتحقق من دفعة ويراجع إذا ما اندفعت ويستفيد من تعويضات نهاية الخدمة عليها. هيدي مرحلة ال 16 سنة بل في العالم اليوم فينا ننهيها. ما بقى في بدل عن شيء، في أجر مكرس بالقانون ومحصن. هي أول نقطة. بس مع الوزير معلش، بس بهالنقطة مع الوزير، بموضوع بدل نقل مع الوزير وتقر بال 96 أقر، لأنه ما في خطة نقل بلبنان، ما في حفلات، ما في شيء، يعني ما في الحكومة ما شغلته الأجير
يكون في او ما يكون في خطه نقل، شغله الاجير وحقه يحصل على اجر محصن بالقانون. كل ما عدا مسؤوليه غير ناس، هو ما في يتحمل عبء ووزر تقصير ناس. بس الاجر المحصن بيكون بزياده اكبر من هي بكثير معالي الوزير، اكبر من نسبه ال 17%. ال 17% ما حتطبق الا بعد ضم كل هذه البدلات الى صلب الاجر كلياتها. اه لكن مش المرسوم، لكن صار في تغيير. لكن لا لا لا، هذا المرسوم ما مشي. اه ما مشي، مش المرسوم. لا طبعا ما مشي. مش رو رو القرار، شو بدنا بالهيصات الاعلاميه؟ مش المرسوم. مشروع المرسوم. لكن الشغله بالنسبه للمفعول الرجعي سيدي، للاسف مراسيم قرارات اداريه لا يجوز اعطائها مفعول رجعي. مش قانون. نعم المفعول الرجعي مش قانون. المرسوم مش قانون. ما فينا مش إيه بس باخر باخر زياده مع الوزير بال 2008 انعطت مفعول رجعي لثلاث اشهر ولا ورا يا خيي. كل مرسوم ال 2008 بسنده القانوني باطل. باطل هذا، باطل. وعم بس استفادوا منه العمال مع الوزير. مهم، نحن معتبرينه اتفاق رضائي راعته الحكومه، لانه اذا بدنا نعتبره غير ذلك. طب كيف بدها ترعى الحكومه سند قانوني باطل كمان معالي الوزير؟ ما كمان من ناحيه ثانيه بنرجع معتبرينه. معلش نحن صدقيني الموضوع بحث حتى العمق. نعم نحن من سنه 1996 دخلنا في مرحله يلي ما تم فيها بتاتا تصحيح للاجور وتعيين للحد الادنى. نعم وحده من الاثنين، يا بدنا نرجع لل 96 وقتها الحسابات بتكون شكل، يا اما بدنا ننطلق من ال 2008. بس وقتها بدنا نعتبر انه كل ما تم ابتداعه بين ال 96 وال 2008 بمعزل عن التسميات يلي الصقت به، هي زيادات للاجور. نعم. هي زيادات مقنعه للاجور. اليوم هيدي الصفحه عم نطويها. شكرا لك معالي الوزير على موفقين والله يخليك. شكرا لك معالي الوزير. فاصل اعلاني ومنتابع الحلقه. منتابع معكم الحلقة. الحديث يعني ما في يكون له وقت محدد، لأنه حديث الساعة وحديث يطول الجدل فيه. عم بقلنا هلأ أستاذ مارون أنه رجعنا لورا من بعد كل اللي يعني ما قطعنا أبدا، كنا أشواط لأنه أنتم ما كنتوا راضين، بس رجعنا للبحث. شو فهمت من الوزير؟ يعني مع الوزير عم بقول انه كل هذه ارهاصات اعلاميه، وبالتالي هذه يعني كل اليوم طلع اللي سمعوه الناس. لا ما وافق يعني مجلس الشورى ما وافق، لانه حط رجع حاطط بنود وتعديلات وشروط. لا عم بقول مجلس الشورى الدولي قال بني انه لا موافق مجلس الشورى، ولكن في عدد بعد التعديلات شرطها بتعديلات. هي التعديلات انه هون تكون 30% على الشطر الاول من الاجر حتى مبلغ مليون ليره، على ان لا تزيد عن 200,000، و20% على الشطر الثاني اللي يزيد عن مليون ليره. خليني اقول بس بهيدي النقطه انه اليوم حاول مساله، اذا بنيجي نناقش المشروع الدولي، مشروع الدولي حتى كمان ناقض نفسه، يعني القرار السابق ناقض القرار الحالي، ناقض نفسه بنفسه. بيجي بيقول لك هون انه كان بهداك المرسوم بقول نحن خلي تنتبه الحكومه على مساله الشطور وتحتسب الشطور ما تجزئ المعاشات. شو عمل هون؟ هون احتسب الشطور ولكن يرجع عمل لها سقف. يعني بتيجي نقول 30% على الشطر الاول، على الاقل يزيد عن 200,000، شو عملنا؟ يعني عملنا له سقف. 30% على المليون بيطلع 300,000. رايه من الموضوع استاذ غسان؟ استاذ غسان هلا يعني شو رايك من الموضوع؟ عودا الى بدء رجع للرسوم. رجع للاول الرسوم، وكان مثل ما هو مثل ما توقعنا بالاتحاد العمال العام، وقلنا انه هذا المراسيم اللي عم تصدرها الحكومه. هل بتعتبر هالشيء نوع من التمييع؟ هل بتعتبر هالشيء نوع من التسويف والمماطله؟ تماما، وعم تروح عن قصد معيوبه بهذه العيوب القانونيه. هذا اللي عم بيصير واقع الحال، والا مش مفهوم ابدا انه وكانه لا حدا بقى بيعرف بالقانون، ولا حدا بيعرف يصيغ مرسوم، ولا حدا بيعرف يعمل بناءات. اذا بالعوده من مجلس الشورى الدولي مرتين في مخالفات في بناءات مرسوم،
يعني كيف بدنا نفهم انه حكومه وزراء لا يفقهون يحسنون صياغه. خلينا نفهم معك شوي استاذ غسان، خلينا نفهم شوي. هذا مبكي، هذا مؤلم. هل احنا رجعنا لمشروع الوزير؟ حقيقه ما فهمته من معالي وزير العمل، ولازم نفهمه انه هذا المرسوم اللي هلا ارسله الى مجلس وزراء بده تعديل، مع راي مجلس شورى الدوله عن جديد لحتى يحطوا على مجلس الوزراء. نعم بده تعديل، يعني بدنا نبلش نرجع عن جديد وفقا لما يقترحوا، لانه هلا فهمت راجعين على انه نناقش اقتراحات معالي وزير العمل. صحيح، لا سيما المواضيع اللي بتتعلق بضم اللوائح على الاجور. انتم كنتوا معترضين على هذه التعديلات يا استاذ؟ لا ابدا مش معترضين. انتم كنتوا رفضتوا مشروع الوزير ابدا؟ انتوا قبل سابقا رفضتوا مشروع الوزير نحاس؟ مش هيك بالمطلق بيقول الواحد رفضنا مشروع الوزير. نعم. نحن قلنا في مطرح الوزير وقت اللي قدم 17% زيادة بعد ضم اللوائح. نعم. جاءت الزيادة بعد ضم اللوائح بتتجاوب بتتراوح ب 125 ألف ليرة و 170 ألف ليرة، لأنه معالي كمان وضع سقف للزيادة على 17% على أن لا تتجاوز المليون ليرة. نعم. معناتها أنه نسبة الزيادة مسكوفة، هذا اللي رفضنا ولم نرفض ضم اللوائح. طيب شو رجعنا هلا للتعديلات هيدي الجديدة بالنسبة الزيادة؟ يعني اللي هلا اللي واعين فيها هلا هي انه صاروا عمال لبنان واجراء ومحطوطين تحت سدان الخلافات السياسية، بكره راجعين على مجلس الدولة لنعدل بناء لاقتراح الوزير، حيث هذا الموضوع نفسه راح يصير نفس الخلافات داخل مجلس الوزراء لحتى يطلع مرسوم معيوب ويرجع مرة رابعة ومرة ثالثة ومرة وأكثر من هيك. بمقدمتي أنا أستاذ غسان قلت جملة إنه السلطة هي أدهى، يعني أدهى وأزكى بالتعاطي بطريقتها، بطريقة المماطلة، بطريقة التسويف. يعني خلينا نشوف أستاذ جورج يعملنا الخلاصة. هي أدهى، هي نعم. أدهى لا هي أدهى، ولكن ليست أزكى. نعم. لأنه العمال والناس ما بغشهم غباء هذه الممارسات. يعني انتم هلا اكثر اصرارا اذا في ظل هذا التسويف وفي ظل العوده الى البدء على الاضراب، نحن هلا اكثر اصرارا للذهاب الى الاضراب ب 27 بركي هيئه التنسيق لنا امير بتروح معكم حاله انه هذا المرسوم مش عاجبه يتفضل ينزل على الشارع. ليش ما بتروحوا معهم على الشارع؟ خلينا نشوف السيد عبد الامير نزل، رح نترك لك لك كل التفصيل الاخير. سيد عبد الامير شو رايحين معه على الشارع لاستاذ غسان؟ مثل ما تضامنوا معنا بنتضامن معه. شو يعني ما بدي شغلي انا؟ يعني انا حطيتيني بجزيره مقطوعه ما عم بقدر بسمع مين اللي عم بيحكي، بس بدي اقول لك رايي باللي حكيه الوزير واللي فهمت منه شوي ومرقوا لي ورقه. تفضل. اولا اذا مشروع الوزير بيفصل تصحيح الأجور والحد الأدنى للأجور عن مشروعه للضمان الصحي لكل أبناء الشعب اللبناني، لأنه هيدا بده ياخذ وقت بالمعالجة، وبده 14 مرسوم مثل ما قال الوزير. نعم. جبران باسيل، وبده قانون. خليه يفصل هيدا عن هيدا، وإذا وصل الحد الأدنى للأجور وضموا له النقل وضموا له كل شيء بيوصل الحد الأدنى للأجور مليون ليرة، يعني الحد الأدنى للأجور مليون ليرة، بيكون هذا مطلب مهم قدرت تحققه الطبقة العاملة للمواطنين لكافة العمال وأصحابين الدخل المحدود في هذا البلد. هل متفائل انه راح يتنفذ هذا المطلب؟ انا قلت لك من الاول انه تبخط بحث وبدن يرجعوا يبحثوا عن جديد بمجلس وزراء بهذا الموضوع، ويمكن يختلفوا ويمكن يتفقوا. فهذه بدرجه اولى. اما الدرجه الثانيه اللي عم تساليني عنها بالاضرابات، نحن مثل ما تضامنوا معنا نتضامن معهم، بس هيك صارت. يعني ما بدنا نتوحد بمطرح، بدنا حدا يكون قلبه كبير ويتنازل للثاني. لا خلي قلبنا صغير احسن، خلي قلبنا صغير احسن، حتى اللي ما نقدرش نستوعب الكذب والنفاء خلينا على الشيء الصغير. يعني ما رح تنزلوا على الاضراب، ما رح تشاركوا بالتظاهر؟ نحن سندعو قطاع النقل لاجتماع حتى نحدد مواقفنا. انا ما في اخذ مواقف لوحدي، والسواقين كلهم كانوا عمال يسمعوا كل اللي كانوا عم بيشككوا
انه السائقين بيعوا الناس ومطالب الناس من رئيس الاتحاد الى اللي قاعد على يمين بارون خولي الى كاسترو عبد الله الى كله. سؤال اخير بس سؤال اخير بعد، قديش تتوقع يحشد الاتحاد العمال العام بدعوته للتظاهر ب 27 الشهر؟ قديش تتوقع يحشد؟ انا بتمنى له التوفيق، لازم تنزل كل العالم معه. وتوقعاتك غير تمنياتك؟ ولازم يصير هون شغل على هيئة التنسيق النقابي مع المعلمين، حاجة كل واحد عم بيصرخ لحاله واثنيناتنا متضررين بهذا الموضوع. إن شاء الله خير، شكرا لك. إذا الكل توافقوا على تظاهر وأضراب تنزلوا معه وتسكير طرقات، بتشوف الدولة كيف بتنحني وبتدفع المطالب. طب بسأل مجرب، يعني عم تسأل مجرب اليوم، يعني بعز دين الأزمات المالية أقروا لهم مطالبهم للسواقين بمطرح ولو أنه مطالب جزئية، ولكن أنه في تجربة يعني بالأمر. شو كلامك الأخير؟ يمكن نحن ضوينا على الواقع وضوينا رجعنا على القضية المستجدة اللي بترجع تفتح جدل الهيئة موضوع المحسوم. ياريت بلشنا بالموضوع الأولين هذا الهامي من الناس. أنا بقول بالحقيقة أنه بدي أعطي تحية كتير كبيرة لهيئة التنسيق. يعني البارح خطوات هيئة التنسيق وإضراب هيئة التنسيق اللي كان امبارح، بالحقيقة هيدا الدافع والحافز الكبير. ما بيكفي بس أستاذ مروان إنه ينزلوا 1000 و 2000 لا 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 لا, لا 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 نزلوا 10,000، لا 1000 ولا 2000، نجروا 10,000. يا ريتنا كلنا بنقدر نعمل مثل ما عملوا هن. بالحقيقة نحن وهيئة التنسيق، أنا هون بدي أسألك، ليه ما بتنزلوا كمان مع دعوة الاتحاد؟ شو المانع؟ ما زال المطلب واحد. ما في مشكلة، ليه ما بتنزلوا معهم ب 27 شهر؟ في إشكالية صارت 27 إضراب، في إشكالية صارت على هالأساس. بس خلينا نحكي، في ينزلوا وحدهم 27 اللي بيتراجع يتراجع. صار في إشكالية بالإضراب السابق والتعطيل الإضراب السابق، يعني تراجع الاتحاد العمال العام عن مسألة الإضراب. لو ما تراجع اليوم كنا اليوم حققنا كل ما طلبنا. طب أنتوا ليش ما بتطبقوا؟ يعني هو بيتراجع أنتوا خليكم. نحن هلا نحن قادمين بعد راس السنة، بعد سنة جديدة، لا جديا بعد سنة جديدة نحن وهيئة التنسيق. حقيقة أنا هون بدي أوجه رسالة للحكومة وللرئيس مئاتي شخصيا، أنه أخي ما بيجوز هذا اللعب. يعني هذا اللعب بمصير الناس والتسويف عن الناس. على كل حال لا عفوا، أكثر من هيك صاروا العمال اللبنانيين خسرانين 3 أشهر بهذا التسويف. ما هو يمكن هيدا المقصود؟ يمكن هيدا المقصود؟ ما معقول هيدا المقصود؟ ما معقول. يعني حقيقة هن عم يستدرجوا الثورة. عملنا الخلاصة، كنت مراقب معنا اليوم، عملنا الخلاصة لأنك كنت مراقب ومراقب موثوق فيه. تفضل الأستاذ غسان تناول نقابة المحررين، هو عن الضحك مبسوط. هلا بدنا الرد، نسيت الرد انا. بدنا نخليه مبسوط نحن، بس بدنا نوضح له. يعني كمان نحن ما فينا نحكي شيء. اولا نقابة المحررين، نقابة المحررين لا طائفية، بقيت خارج صراع الطوائف والمذاهب، وهذا بس ما مبدأ. كان عندها فعالية، يعني ما بدنا نرجع نفوت بنعابة المحررين لانه كمان تطرى على متر. اثنين نقيب المحررين الراحل كان فارس، كان فارس وطني. خلينا بعيدا عن الرد، معلش خلينا نلقى بنفسنا. نقابة المحررين لها فضل كبير على الاتحاد العمال العام بمتابعة نشاطاته بإثبات وجوده وطلبه، ما في يتنكر لها شيء. خلينا ما نفوت على وأربعة، نقابة المحررين هي في طور يعني طبعا انتقالي. نحن نصر أن تبقى نقابة المحررين لكل لبنان وليس لزواريب الطوائفية المذهبية. أما فيما يتعلق باللي تفضل فيه معالي وزير العمل، فباعتقادي أنه ليش قال له عملت ليش عملت ديك بو علي؟ قال له لأنه ما في حدا رده. ليش الحكومة عم تعمل بو علي؟ لأنه ما في اتحاد عمالي عام، واخد الاتحاد العمال العام بصراعات سياسية ومذهبية وقادر تسيطر عليه. باعتقادي برجع بقول لو في اتحاد عمالي عام موحد وفاعل كان مرسوم زيادة الأجور بط من زمان، وبالتالي نال المواطن أو العامل بعض حقوقه وبعض مطالبه. لكن في ظل هذا التشرزم وفي ظل أنه والله هذا الرئيس بيرضى عني وهذا ما بيرضى عني، باعتقادي أنا ماني شايف في زودي في نوع ربما من تسوية تحت الطاولة بين الحكومة وبين الاتحاد العمال العام على تهريب الزيادة. لا في زودي غصب عن راسهم ما بيصير هذا. لا 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 رح نرجع لأول الحلقة. لا مش قدامنا، لا ما بيصير سجون. انت ليش 27 شهر على الإضراب؟ أنا هذا قرار نحكي نحن والشباب فيه. لا بس خليك عفوا، في إشكالية عليه، في إشكالية. بس قبل ما نقول هيك خلينا نسمعوا الناس انه خي هذه الحكومه منين جاي؟ شو جاي من القمر؟ انا بقول ما بتجوز هاي القصه من هون. انا حقول لك هذا، انا شرط من هون لعشرين يوم
اذا هيدي الحكومه ما بتصلح هذا ما بتصلح هذا الموضوع، خلينا نستفزهم حتى نبقى نتذكر نبقى نتذكر نتذكر انا وياه بالحكومه السابقه. استاذ جورج انا بدي بيطلع بايدنا ونص بيطلع بايد الشعب اللبناني كله سوا، نحن هيدا اللي بدنا اياه. انا بشكرك استاذ جورج على مشاركتك، ولو كانت نعمل انه يعني نكون قدام واقع جديد ان شاء الله. يعني نحن عم نعرض هذا الواقع للدلاله وللعبر، ولحتى نقول انه اذا الاتحاد العمالي او عمال لبنان ما توحدوا ما حيقدروا يحصلوا على مطالبهم، والدليل على هذا التسويف. يعني حتى ضد الحكومه، حتى الحكومه من ما حدا متفق، ما حدا متفق مع حدا بالنقابه. هي رأي انتم رايحين بالاتحاد لدرجه الطعم برئاسه الاتحاد. خشبنا 20,000 راي هلا بهالحلقه، 20,000 راي باتجاه تعمل لي راي. لحظه، لا لحظه، مصالح العمال يا سيدي، انتهت حلقتنا مارون، ما بقى بس كلمه صغيره، مصالح العمال فوق كل خلافاتنا، يعني فوق كل اعتبار. على راسي، على راسي، ما بقى معنا وقت، ما ناخذ المساله هيك بس. هذا شعار ولكن لا لا شعار، هيدي حقيقه وهيدي حقيقه وهيدي حقيقه. ان شاء الله ان شاء الله تتطبق هذه الحقيقة، وإن شاء الله أنه الجميع ينزلوا ولو من دون قياداتهم. عمال لبنان ينزلوا للتظاهر ولو من دون قيادات، ولو أنه القيادات رجعت تراجعت عن الإضراب باللحظات الأخيرة. أنا بدي أشكر الرئيس الاتحاد العمال العام غسان غصن، نحن كنا عم نحكي الأمور بصراحة، عرضنا ريبورتاج فيها هذا الواقع المؤسف. يمكن الأمر لا يتعلق بشخص واحد، هذا واقع البلد، هيدي تركيبة البلد، ولكن نحن نأمل أن نتخطى هذه التركيبة ونتخطى هذا الواقع المؤلم، وأن تكون مصلحة العمال فوق كل الاعتبارات. شكرا للجميع. نختم هذه الحلقة بريبورتاج صغير ومؤثر أيضا، نتذكر فيه نقابيون يتذكرون فيه أيام العز النقابي، أيام زمان. شكرا لكم وتصبحوا على ألف خير. نقابي تأسست في سبيل خدمة مصالح عمال القطاع. بدأت تتكون عندي فكرة حقوق الإنسان ومعيشة الإنسان. أحياناً نحصل على معارك داخل الحركة النقابية، ولكن كان يجمعنا هدف واحد. بدنا ناكل جوعانين، بدنا خبز بالمطحين. عمالاً كانوا ناضلوا ليدافعوا عن حقوق العمال من أبواب النقابات، حوربوا، جوبهوا، ضربوا، لكنهم حققوا إنجازات. واليوم نقباء الأمس يتذكرون، فهل تنفع الذكرى أمام نقابات ونقباء اليوم؟ فخر فرهود وفوز أبو مجاهد عندما يتذكران. يعني سنة 74 كان العمل النقابي رائع، يعني الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدعو لمظاهرة لرفض زيادة 5 قروش على سعر كيلو الخبز، كان ب40 بده يعملوا 45. نحن ما كنا متوقعين ينزل هذا العدد الهائل، قدر الأمن العام اللبناني قدر حجمها ب50,000. سنة 53 كان في حركة بعدنا يعني الشباب قمنا فيها بمطلب إنشاء ضمان الاجتماعي بلبنان، وكنا نجتمع سرا بمكتب أحد المحامين بالمدينة تحت، وكانت نينا طراد حلو تكون أول المجتمعين، وهي ساهمت مساهمة فعالة. اللي عم نفتقد له نحن اليوم فقدان المسؤولية السياسية والوعي الطبقي النقابي الحقيقي، وفقدان نكران الذات. نكران الذات شغلة كثير مهمة جدا في العمل النقابي. بيني وبين فوزي أبو مجاهد
مثل ما بقول جاكيت جسمين بفرد جاكيت، عايشين سوا وماكلين سوا ونايمين سوا ومتعذبين سوا ومنجحين سوا. تحولت القيادات النقابية من العمال إلى طبقة أخرى، صار في طبقة قيادات نقابية، لأنه القيادات النقابية الراهنة معظمها ما مارست العمل النقابي، ما مارست العمل المباشر. لا يكفي أنه في صور قديمة، بدي صور الآن وبكرة، هذا أنا رأيي. بين اليوم والأمس نقابات، وفي ذاكرة عمال الأمس نضالات، ولكن ماذا لو سئل نقابيو اليوم عن ذكرياتهم؟ فهل من نضالات تذكر؟